أو زي ما تقولوا ماما سامية. فأنا أم الشهيد محمد الجندي، أم من كتب للثورة أن تقوم في 30 يونيو، فهو كان رمز لها. وأنا هنا اليوم لأقول لحزب الوفد كل سنة وأنتم تحتفلون بعيد الجهاد، وأكثر عيد الجهاد هو أن نجاهد على أنفسنا قبل أن نكون مجاهدين في الدنيا. أنا عايزة أقول لكم، عايزاكم تسمعوني من قلبكم الحقيقة يا ولادي. أنا هنا من أجل الوفد، لأن أبويا كان راجل وفدي قديم، وأنا بحب حزب الوفد محبة في أبي، فلا أتأخر عن أني ألبي له نداء وأشارك في جميع مسيراته وأشارك في جميع احتفالاته إكراما لأبي رحمة الله عليه. يا ابني يا ابني اسمعني، إذا كنت تريد أن تكون سياسيا فألتقي السمع قبل أن تتكلم. إذا أردت أن تكون سياسيا اسمع أولا وتحاور، ولكن ما يشغلني هو أن تقاطع من يتحدث. فأريد منكم أن تجلسوا وتستمعوا لكي تكونوا على أول الطريق من السياسة. أنا حينما أقف بين مفكري مصر وحينما أقف بين السياسيون العظام وحينما أقف بين إعلاميها وحينما أقف بين شباب مصر اللي أنا بحبهم، فأنا بيأتيني هتاف من قلبي داخلي ليقول لي أن الله يقول لي، يرسل لي رسالة أنه يقول لي أنك لست وحدك. حينما يقول لي ربي أني لست وحدك، فهو يرسل لي محبة البشر، لأن الله يقول أنه يحيط أمهات الشهداء بملائكة السماء والأرض. فأنتم ملائكة الأرض، وأنا أحب أن أسمعكم وأتحاور معكم اليوم. أنا عايزاكم يا أولادي قبل أن نصنف أنفسنا إلى طوائف وأحزاب وأن نصمم، أن أقول لكم أنكم تقولوا أنا مصري أولا. فإذا احتسيت بمصريتك فأنت تعرف يعني معنى وطن. وأنا هنا في عبق التاريخ أقف بين عظماء جنبي، وهو سعد باشا والنحاس باشا، فأنا أقف في عمق التاريخ أيضا. ومن لا يعرف تاريخه لا يقدر أن يصنع لنفسه مستقبلا. المستقبل يأتي حينما تدرس ماضيك، حينما تعرف أنك من دولة لها عرقية قديمة، أنك أول من أسست. يعني إيه دولة؟ الفراعنة أسسوا يعني إيه دولة، وتعلمنا منهم هذا. وجاء آباؤنا القدامى قاموا بثورات، ثورة 19 لم تأتي من فراغ يا أولادي، فكانت تتمرد على من هم يظلمونهم. ثم تأتي ثورات أخرى كثيرة لتقول لكم نحن شعب لا يستهان به. أعرفوا يا أولادي أن الحاكم لا يستطيع أن يأتي بشعب ليحكمه، بل أن الشعب هو الذي يأتي بالحاكم إليه. وهنا عندنا في المصريين فراسة لا توجد على أرض العالم كله، حينما لأننا شعب نأتي بالعشرة ولا نأتي بالمال، هكذا شعبنا. أنا عايزة أقول لكم يا أولادي خلوا المحبة
حاجه في قلوبكم، خليكم يد واحده. اوعوا تمكنوا الغرب من انهم يعملوا بيت منكم فتنه، يقول لك ده ليبرالي وده شيوعي وده اخواني وده معرفش ايه. لا، هم جربوا حاجات كتير معانا، جربوا الفيروسات، جربوا ان هم يهدوا المراه عمود الخيمه للشعب، هتقربوا بينا. عايزين ايه في ايه اخر حاجه ممكن يجربوها؟ الفرقه. وانا بقول لكم اوعوا تتفرقوا، خليكم يد واحده. ورب العزه قال لنا واعتصموا بحبل الله، وانا بقول لكم اعتصموا بحبل الله جميعا، لتكونوا يد واحده، لتقفوا قصاد كل واحد نفسه بتقول له مصر سهله، مصر مش سهله، مصر شعب قوي، شعب بيعرف ازاي يطلع وقت ما يكون البلد عايزاه. عارفين يا ولادي، انا جم قالوا لي ايام الدستور ما فيش حد هيطلع. قابلتني سياده السفيره منى خطاب وسياده السفيره نبت التلاوي، وقالت لي انا مش شايفه حماس في البلد. قلت لها لا يا سياده السفيره، لما انت بقى بتقولي الكلام ده مش ممكن. انا بقول لك هتفاجئي بان كل اللي واقفين على اللجان نساء. انا بقول لك المراه حينما تستشعر خطر في الدوله تعرف انه يصلها الى بيتها. مفيش خطر يجيلك على ارض مصر ومش هيجيلك بيتك. اعرف ان بيتك هو المستهدف. اعرف ان ولادك الشباب هم المستقبل بتاعك. وعشان كده انا عايز اقول لكل واحد من الساده السياسيين، اذا كنت قوي في المكان اللي انت فيه او المحافظه اللي انت فيها، يا ريت تاخد شاب في ايدك وانت ماشي وتخش فيه البرلمان. يا ريت تعلم هذا الشاب كيف يكون سياسيا. يا ريت تعلمه الوطنيه. انا عايز اقول لكل ام وهي في بيتها، اوعي تنسي ان مصر قبل الضنا وقبل النفس. لما قالوا لي ربنا ابتلاكي في ابنك، فقلت لهم لماذا لا تقولون انه احبني فابتلاني حتى يسمع مني كلمه الحمد لله؟ لماذا تقولون هذا؟ وحينما ابتليت في ابني قلت الحمد لله وصليت ركعتين له، لاني اعلم ان محبه الله ليست سهله، واني لازم ادفع الضريبه. وحيا ابن بطني، ابن ضلالي. ولذلك دائما اختم كلامي يا اولادي بابيات لابني، واقول له الف رحمه ونور عليك، ياللي وحشاني عينيك، ياللي وحشني ابتسامتك، ياللي وحشني ضحكتك حتى لمسه ايديك. الف رحمه ونور عليك يا ضنانه يا ابن بطني، نفسي اخدك ثانية واحدة جوه حضني، نفسي ترجع لي ومش تسيبني. اعذرني يا إلهي، محمد وحشني. شكرا لكم جميعا.